تحت عنوان الرقة في عيوننا، أقامت قيادة فرع طلائع البعث في الحسكة وقفة تضامنية تقديراً لصمود أبنائها المقاومين وإيماناً منهم بأن الرقة ستعود قريباً وستكون عيونها خضر، فهي عاصمة الرشيد ومصيفه وهي حاضرة المنصور. الرقة ستعود قريباً، ونبارك لأهل الرقة ونبارك لأنفسنا بالرقة، لأن الرقة شعبها حي عظيم، شعبها مقدام، شعبها ثبت لآخر المراحل ويقدم الكثير. نحن نبارك لهم في شهدائهم، وفي إحدى الشهيدات الذي استشهد من فترة قريبة، إحدى الصيدليات العظيمات السوريات الحرات البطلات، ها هم الشهيدات، ها هم السوريات، نحن قادمون وهم منهزمون كما هزموا في كل الساحات. شارك في هذه الوقفة عدد من الشخصيات الرسمية والحزبية والشعبية، وعدد من المعلمين والموجهين الذين أكدوا أن الرقة في عيون السوريين جميعاً، وهي عائدة إلى حضن الوطن بهمة رجال الجيش العربي السوري. أطفال سوريا يكونوا مطمئنين ما دام هناك جيش يقوده قائد فذ علم العالم معنى القيادة، ستنتصر سوريا. ابشروا يا أهل الرقة، فالجيش العربي السوري سيحرركم من رجس الإرهاب. سوف نفرح إن شاء الله بالرقة قريبا جدا. إن شاء الله الرقة سوف تتكحل بالعيون الخضراء. رقة إن شاء الله قريبا إلى حد الوطن كما كانت حلب. إن شاء الله سنبارك للرقة مثل ما باركنا بحلب قريبا قريبا. نحن كلاتنا مع شعب الرقة ومع أهل الرقة، وكلاتنا نحيي الجيش السوري، وأكيد بفضل الجيش السوري رح ترجع مناطق سوريا. الرقة ستبقى في عيوننا وفي قلوبنا، وجيشنا العربي السوري الباسل سيدحر الإرهاب. تخلل الوقفة التضامنية معرض للأعمال اليدوية وأغاني وأهازيج بألحان فراتية تتغنى بأمجاد وتاريخ الرقة التي ستبقى مقاومة صابرة في وجه الإرهاب، والتي أدتها فرقة طلائع البعث.